يا يوم في فندم الأول يا صح؟ فندم يا فندم، انا معاك، انا مع حضرتك، انا مع حضرتك، بقول لحضرتك مصمم لتفعيل الشهاده الطبيه يا على فندم اكمل لا وجه، من فحوصات، من تمام. اشعاعات، من تحاليل، من طب نفسي باجتماعي، بكل المقاييس. انا عاوز منتج سليم كشعب مصر، المفروض نطلع منتج سليم. انا بقول لحضرتك اي مواطن النهارده في الشعب المصري، احنا بنبص لانه جاب ثلاجه وغساله وبوتاجاز، يا معالي النايب ده انا عندي حريم هتتحبس بسبب الجمعيات الاهليه للقروض عشان البنات تتجوز. يا عندي فندم الجمعيات الاهليه في طب والله انا اعرف ناس دخلوا السجن بسبب القصه دي فعلا، بسبب حقيقه الكمبيالات اللي بيمضوا عشان يا اولادهم، معالي النايب والجوازه حقيقه، بايظه. لو كنا عملنا البتاع ده ما كانش الجوازه بايظه، لو الفحص ده يا اتعمل معالي ما كانش النايب الجوازه بايظه. حقيقه. الشهاده الطبيه هتمنع دي؟ احنا هنجيبه يا فندم اللجنه، هنجيبه اللجنه يا هو شيخ اسلام، الحل هنجيبه فعلا شيخ اسلام هنجيبه لازم يبقى موجود في اللجنه هنجيبه سياده هنجيبه. النائبه، لانه الموضوع محتاج انه بعدين نقيب ال 500 جنيه دول المأذونين مالوش دعوه يبقى باتعاب موجود. المأذون يا بص شيخ بيه، اسلام. بص بيه، انا معاك يشرفنا في وامضي اللجنه لك طبعا، على شرفنا. بموافقتنا على القانون، انا موافق، وفعلوا الشهاده كما ينبغي. واللي يأثر من المأذونين على مستوى الجمهوريه اللي يخالف قانون دولته يتقطع رقبته، حتى لو اسلام. انا بصراحه ما اخبيش نص عليك، الماده 19 بتقول ايه؟ يعاقب المأذون او الموثق الذي يخالف احكام الماده 14 بالحبس، مش عارف 14 ولا 19، بالحبس لمده لا تتجاوز سنه، والغرامه التي لا تتجاوز 50,000 جنيه. الماده 19 مش انا كده؟ انا عندي وزاره العدل، او باحدى هاتين العقوبتين. هو انا موجودين برضو ممثلين في اللجنه. لا مش كده، انا عندي وزاره العدل بيد من الحديد. ماشي، اللي جاي معالي الوزير بامانه، وشؤون المحاكم في الوقت الحالي بامانه، بامانه انا ما شفتش طفره زي الطفره اللي موجوده مع معالي المستشار الجليل بجد عمر مروان وزير العدل، اللي موجود في المحاكم دلوقتي، واعمالنا أكيد واعمال أكيد المحاكم أكيد. كلها طفرة واضحة. انا النهارده صاحب الشأن لما بيجيب لي شهاده طبيه، ما انا ما اعرفش ان كانت مزوره، انا مش خبير تزييف وتزوير، تمام، وما اعرفش مضمونها. ما احنا هنطلعها من اللجنه بقى. ايه اللي بيتم فيها بقى؟ بقول له مضيل عليها وابصم ان انت اللي جايبها. هو حد بيراجع القصه دي؟ طبعا ممنوع منعا باتا. تسجيل او توثيق عقد زواج من غير شهاده طبيه لانها ترفض. شيخ اسلام انا سالت كل الناس اللي في حياتي، خد بالك انا مش متجوز، بس انا سالت كل الناس اللي في حياتي. ربنا يكرمك ويجيلك. شيخ اسلام موجود اهو، ناقص العروسه. سالت كل الناس قالوا لي ما حدش يعرف القصه. بس هتروح وتكشف يا سياده النائب؟ طبعا يا فندم. ولا هجيب الشهاده؟ لا هكشف. رغيب الزواج لما بيجي للمأذون ليا مستندات محدده ومكتوبه، لازم وجوبي عليها قبل اتمام عقد الزواج تبقى موجوده. يعني لما يجي ويقول لي ده انا الشهاده هستلمها يوم السبت، اقول له اسف، هات الشهاده لانها مستخرجه بتاريخ، مش هكتب لك النهارده وتجيب لي شهاده بعد منها بثلاث ايام اتحبس فيها. اللي بيها بالتالي اثناء توثيق عقد الزواج لابد من وجود الشهاده، هو يمضي على شهادته ويبصم عليها في قلب المجلس، الزوجه تمضي على الشهاده وتبصم عليها، عشان انا كمأذون انا بره، انا بنفذ تعليمات، بنفذ قانون، ما عنديش استعداد ومفيش مأذون عنده استعداد ان هو يخالف قانون او لائحه نهائي نهائي. تمام.